بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يملأ السماء والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتمدي استمال مقرية إن شاء الله بقيس نسفل دير بعض الأخبار من السيدة ماريا القبطية تقا غيات تمغارين النبي صلى الله عليه وسلم. ماريا تتلصل تقا تويا ورتقي الحورت غلاصل يعني لصلنس تشكد غماس مصر الحاكم مصر انتنس تدهدان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم رضي الله تعالى عنها اتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. كان كله غير كاد الحكمة باش التيري العلاقة نقر النبي صلى الله عليه وسلم دكله تميزار للالين غلا حوال الجزيرة العربية كله غير كان يساهم هو تنشير الدعوة للإسلام تنشير الإسلام يكشم ستميزارات. السيدة ماريا انتت وحدة تيرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. شكون النبي صلى الله عليه وسلم دارس منه والتمغارين، ولكن نريد تفتروا أبلاد خديجة ليزورن نغد ماريا يد رضي الله عنها. السيدة يد انتت مرز قربية الولد اسميس النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وليني وروك يعيش باء ما يقوتن يموت مزي رضي الله تعالى عنه وعن أمه وعن باقي صحابته صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السيدة يد ماريا القبطية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرضى في اللاس يرضى في السيدة يد ماريا، وكان يحاول ما أمكن أدس ديس بين يسفلس يرضى صلى الله عليه وسلم، غير اللي حتى انت تحاول ما أمكن باش تسبين إزد إستلا إستقاتة مغارت اللي كان صالحة النبي صلى الله عليه وسلم الزرين الحياة نسن رضي الله تعالى عنها تدور جزنت صلى الله عليه وسلم الحياة كانت طيبة تغمس انت مغارين اللي كرم ربي سوز تزوج انت سور قسنس صلى الله عليه وسلم. السيدة ماريا توفى رضي الله عنها زمان سيدنا عمر، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم يفلتيد تعيش لكل زمان نبي بكر ولا زمان سيدنا عمر ارلقتد توفى رضي الله تعالى عنها. تموت غوير محرم غوسقواس 16 يعني 16 العام 16 يعني ويصدي الزمرو غمس الهجره. وكان سيدنا عمر رضي الله عنها رضي الله عنه لتوفى السيده ماريا يعني يحاول الكل يسمون مدن سل الجنازان سد حضر الجنازان السيده يا ثم بعد ذلك تدفن البقيع رضي الله تعالى عنها المدينه المنوره بعد ما فلس الزول سيدنا عمر رضي الله تعالى عن الجميع. اذا نشكد لنا غماس والمقرر انها غصادر تكليت زحيضني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.